تخلينا نشوف تفاصيل أكتر وأرقام خاصة بالتوك توك في التقرير التالي. مصطفى واحد من عشرات الآلاف من سائقي التوك توك، ونظرا للأعداد الكبيرة اللي بتعمل في هذه المهنة، بيأكد مصطفى أن قرار وزارة التنمية المحلية بمنع سير التوك توك في المناطق الحضرية أو الطرق الرئيسية والسريعة من الصعب تطبيقه. هو مستحيل يتمنع عشان في ناس كتير بتجري على أكل عيشها بره، هو المفروض الترخيص ده نطلع بره وكده، وما كانش الناس بتركب تكاتك، ما كانش ده الزمان كلها ركبت بتجري على التكاتك. ومع انتشار التوك توك في معظم المحافظات بأعداد بلغت أكثر من 2 مليون مركبة، منها 99 ألف فقط مرخصة طبقا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر مارس الماضي، بيشدد المواطنين والسائقين على ضرورة ترخيصه في أسرع وقت. المفروض يعملوا لنا رخصة ويعملوا للتوك توك رخصة ويطلع بره في أي شارع عمومي، لأن أنا كنت في جامصة والتكاتك بتطلع الشارع العمومي عادي ومعمول لها رخصة، واللي بيسوقها معمول له رخصة. لو مثلا التوك توك بتاعي ده اعرف اجيبه، انا التوك توك بتاعي دلوقتي لو اتسرق مش عارف اجيبه، فرز التوك توك ده من التوك توك ده. هي ما تترخص التوك توك ده باسم واحد لازم يتجاب لو حصل اي مشكلة، اي حادثة، خطف، قتل، اي نصيبة احنا بنحصل نشوفها اليومين دول. لو التوك توك ده بنمرة مش هيقدر يعمل اي جريمة ولا يطلع يسرق بيه ولا يطلع يعمل بيه اي حاجة، وكمان لو هو شاب كبير ومرخصه خلاص زي التاكسي زي اي عربيه شغال بقى اوبر اي حاجه. قرار مهم لوزاره التنميه المحليه، لكن تطبيقه على ما يبدو مش هيكون سهل في ظل قرارات سابقه تطبيقها لم يدم طويلا. هشام الرباط، هنا العاصمه.